السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شليان هادي اليامي، مشرف بقسم إدارة الحالات. قسم يقوم بقرابة 20 منسق إداري، والعمل الرئيسي تنسيق بين مستشفيات المرجعية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض. بعد برنامج الاتصال مع المستشفيات يعني سهل عملية الوصول للمنسقين الإداريين سواء بالتخصص مستشفى الملك فيصل التخصصي أو بالمنسقين بالمستشفيات المرجعية. الفكرة أن الاتصال كان في السابق كان يواجه صعوبة في وصول المريض أو المريض أن يصل إلى القسم المعني. ما في شك أن يعني الخدمة هذه يعني قدمت شيء كبير بالنسبة لتسريع دخول المرضى والاتصال بالمستشفيات المرجعية. والسلام عليكم.